السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك بالقناه، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم افضل 10 تطبيقات جدا رهيبه، فما بطول عليكم في الفيديو. طبعا روابط التحميل التطبيقات العشره راح بتحصل رابط تحميلي اسفل الفيديو في الوصف، اوكي؟ طريقه تحميل التطبيقات جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على رابط، بعد ما تدخل على رابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع التحميل وتحمل التطبيقات اللي يعجبك. الحين ببدا التطبيقات بالتفصيل بشرح لكم، اوكي؟ التطبيق اللي يعجبك حمله من رابط اسفل الفيديو، اوكي؟ نبدا بالتطبيق الاول من اليسار الى اليمين، اوكي؟ التطبيق الاول ناس ما تشوفون هذا هو التطبيق الاول، هذا التطبيق لعمل فيديو بالشخصيات انت تختاره. في شخصيات اوكي جدا خرافيه مثل قطه وصور انمي ناس ما تشوفون، الحين حتى تختار يعني الشخصيه يعني يقلدك، الشخصيه يقلدك يعني انت تروح لهنا تروح لهنا وتغمض او تفتح فمك او تتكلم فهو يقلدك. حتى تختار الشخصيه من هنا بالضغط على هذا الخيار حتى نختار شخصيه، يعني بتحصل مجموعة كبيرة من الشخصيات، اختار الشخصية اللي يناسبك. مثلا هذا الشخصية القطة هذا، اوكي ناس ما يشوفون، اوكي الحين اتكلم، حتى تتكلم ويسجل صوتك على هذا الشخصية، اضغط على هذا الزر الاحمر فيبدا يعني يسجل لك. انا ما اقدر اسجل لاني برنامج التصوير شاشة شغالة، فامتى تسجل وتتكلم وهو هذا الحيوان يقلدك ويتكلم فتحفظها في جهازك. تطبيق جدا رهيب، يعني في شخصيات مختلفة انت تختار الشخصية، وهذا هو التطبيق الاول، اوكي؟ ننتقل للتطبيق الثاني. التطبيق الثاني ناس ما تشوفون هذا هو التطبيق الثاني، اوكي؟ نفتح التطبيق، اوكي؟ هذا التطبيق اوكي لتصوير لظهور شخص، يعني لظهور صورتك مرتين في صورة واحدة. مثلا الحين هذا الكولا مثلا، اوكي بعطيكم مثال، هذا الكولا بخليه يظهر في الصورة مرتين. الحين في اول في المرة الاولى تصور هذا التصور مثلا، تصور تضغط على التصوير، بعد ما يصور الحين صور الجهة الثانية الناس ما تشوفون، صور يعني اضغط على التصوير مرة ثانية، اوكي الناس ما تشوفون الحين ظهر الصورة في الصورة مرتين، يعني كولا ظهر مرتين. حتى تعد تضبط انه يكون في صورة احترافية، ودي هذا الخيار اخليه لاخر، الناس ما تشوفها احرك هذا الخيار لاخر حتى ما يبين. الحين الناس ما تشوفون كأنه صورة اصلية او كأنه اثنين كوكاكولا، ما تبين ان كولا واحد، اوكي الناس ما تشوفون. التطبيق جدا رهيب، يعني لتصوير صورتك مرتين، ظهور صورتك مرتين في صورة واحدة. هذا هو التطبيق حتى تحفظه، يعني حتى تحفظه في الجهاز اضغط على هذا الزر فيبدا يحفظ لك في جهازك الصور بعد التعديل عليها. في هنا مثلا خيارات تضغط فلاتر تقدر تضيف فلتر عليها تضبط الصوره، وهذا هو التطبيق الثاني. الحين ننتقل الى التطبيق الثالث، ناس ما تشوفون التطبيق الثالث هذا هو تطبيق للحصول على خلفيات متحركه احترافيه لهاتفك الاندرويد. ناس ما تشوفون اول ما تفتح التطبيق وتحصل هنا كثير تطبيقات، في هنا قوائم افقيه تقدر تختار القائمه اللي تبيها. ناس ما تشوفون هنا عندك صور متحركه، اذا تختار مثلا هاي الصوره مثلا، ناس ما تشوفون صوره متحركه حتى تضيفها الى خلفيه هاتفك اضغط على هذا الخيار فيتم اضافتها كصوره متحركه للهاتف. عندك خلفيات كثيره مثلا نفس هذا الخلفيه، ناس ما تشوفون خلفيات جدا احترافيه حتى تضيفها للهاتف، ناس ما تشوفون مثل هذه الصوره، ناس ما تشوفون صوره متحركه تضيفها لخلفيه هاتفك. هذا هو التطبيق الثالث. ننتقل الى التطبيق الرابع، ناس ما تشوفون التطبيق الرابع هذا هو هذا التطبيق لعمل او لقفل محادثه او جروبات في الواتساب. ما حد يقدر يدخل يفتح يعني انت تختار محادثه او جروب معين وتقفلها، ما حد يقدر يدخل على هذا المحادثه او الجروب الا لما تحط رقم سري. فنفتح التطبيق، اوكي اول ما تفتح التطبيق بيطلب منك انك تحدد اللغه البرنامج، اختار انا بختار انجليزي. بعد ما تختار انجليزي اضغط على اوكي، الحين اضغط على اوكي مره ثانيه. الحين هني في الخانه الاول في الخانه هذا الخانه تكتب ست ارقام، يعني تكتب الرقم السري، رقم سري ما تنساها، حط رقم سري انت تعرفها، اوكي؟ نحط انا بحط رقم سري مثلا 1 2 3 4 5 6. بعد ما تحط رقم السري الحين روح انتقل للخانه الثانيه، تكرر تحط رقم السري نفسه مره ثانيه، تكرر الرقم السري، اوكي؟ بعد ما تكرر الرقم السري تروح للخانة الثالثة، الخانة الثالثة هو وضع رقم سري جديد حتى إذا نسيت كلمة الأولى، كلمة السرية الأولى، تحط رقم أي رقم سري، أوكي تحط رقم سري ما تنساها، أوكي؟ مثلا
بعد ما تحط رقم سري وتعال تعبي هذه الخانات الثلاثة، اضغط على اوكي. الناس بيشوفون اوكي. بعد ما تضغط على اوكي، الحين اضغط على علامة الزايد حتى نعطيه الصلاحية اللازمة. اذا جالك اعلان اغلقها. الحين الناس بيشوفون، اضغط على هذا الخيار، خيار الناس بيشوفون، اضغط عليه بيفتح لك هنا نوافذ. اختار اول خيار، اول خيار هذا لغة، اول خيار اضغط عليه. اوكي، اضغط على اوكي. الحين روح اعطي الصلاحيه، فعل البرنامج، انزل لتحت بتحصل الايقونه البرنامج نفس ما تشوفون هذا البرنامج. اوكي، اضغط عليه. اوكي، فعل هذا الخيار نفس ما تشوفون. بعد ما تفعل اضغط على موافق. خلاص نحن فعلنا، اعطينا الصلاحيه اللازمه. الحين ارجع اضغط على علامه الزائد مره ثانيه، اضغط على اول خيار حتى تقفل المحادثه. اضغط على المحادثه. اوكي، اضغط يعني اضغط على اول خيار، اضغط على اوكي. الحين اختار المحادثة او الجروب اللي تبي تحط رقم سري. انا بختار من هنا مثلا جروب، مثلا بختار هذا، مثلا هذا الرقم الناس بيشوفون، اول رقم ماما ياسمين. اوكي، اضغط عليه. بعد ما تضغط عليه خلاص اوكي. الحين بيظهر لك، اضغط على اوكي. الحين الناس بيشوفون تم اضافة ماما ياسمين الى قائمة قفل، يعني هذا الرقم ما تقدر تقرا الرسائل الا اذا دخلت عليه، دخلت الرقم السري الخاص بك. تقدر تضيف اسماء ثانية او جروبات بالضغط على علامة الزايد، نفس الخيار اول خيار، اضغط عليه وتختار الرقم اللي تبيها. بس انا ما ابي اختار رقم ثاني. اوكي، بعد ما الحين الناس ما يشوفون، اذا فتحنا الواتساب دخلنا على هذا الرقم، الناس ما يشوفون هذا الرقم، لازم تحط الرقم السري اللي انت حطيته. الناس ما يشوفون، بحط رقم السري اللي حطيته، اضغط على اوكي. الناس ما يشوفون فتح المحادثة. اوكي، هذا هو التطبيق يعني لقفل المحادثات في الواتساب او الجروبات. هذا هو التطبيق الرابع. ننتقل الى التطبيق الخامس. الناس ما يشوفون هذا هو التطبيق الخامس. التطبيق الخامس الناس ما يشوفون، اول ما تفتح بيفتح لك الكاميرا. هذا التطبيق لقراءه الباور كود، يعني لمعرفه السلع او البضائع من اي دوله، من اي يعني انتاج اي دوله او الصنع في اي دوله. مثلا عندي هذا البسكوت ناس ما تشوفون، ابي اعرف هذا من اي دوله، يعني صنع في اي دوله. بس احط الكاميرا على هذا الباور كود ناس ما تشوفون، هذا الباور كود، ومباشره يبدا يقرا لك، يقول لك من بلد مثلا ايران ناس ما تشوفون، هذا البسكوت ايراني. اوكي، الحين بدنا نجرب على السلع الثاني ناس ما تشوفون، هذا السلع ناس ما تشوفون، هذا هو. اوكي، نشوف هذا من وين. بس تحدد الكاميرا، تحط الكاميرا في الباور كود، فمباشره التطبيق يقرا ويعطيك بالبلد المنتج ناس ما تشوفون، المملكه المتحده. هذا هو التطبيق الخامس. ننتقل الى التطبيق السادس. اوكي، التطبيق السادس ناس ما تشوفون، هذا التطبيق لعمل اوكي، يعني لتصوير، يعني لتحويل، يعني تحول صورتك الى زومبي. اشكال يعني في اشكال جدا مخيفه. اوكي، اضغط عليها حتى تختار الكاميرا الاماميه. الحين تصور صوره. اوكي، تصور الصوره الشخصيه. بعد ما تختار تصور صوره شخصيه، اضغط علامه صح. اوكي، الحين حدد احدد، حط على العين هذا الدائره والفم، اوكي حطه في الفم والدائره حطه في العين. بعد ما تضبط هذا الاعداد، اضغط على النكست. الحين الناس ما تشوفون، الحين مباشره يبدا يحول صورتك الى زومبي. الناس ما تشوفون، مخيف يا شباب، شوفوا كيف يعني يحول صورتك الى صوره متحركه مخيفه جدا. عندك هنا صور يعني يحول لك الى زومبي مختلف، يعني نختار هذا الصوره مثلا ناس ما تشوفون، مخيف جدا يا شباب ناس ما تشوفون. يعني تختار عندك مجموعه كبيره من اشكال وزومبي مختلف، اختار الزومبي مثلا هذا بعين واحده. اوكي ناس ما تشوفون، شكل مخيف يا شباب. عندك كثير كثير اشياء انت تكتشف الباقي. يعني التطبيق لتخويف، يعني لوضع تحويل الصوره الى زومبي فيديو، حتى تحفظ الصوره اضغط على علامه صح ويحفظ، يعني بيطلب يعني بيني عندك ثلاث خيارات، تحفظها كصوره او تحفظها كفيديو او تحفظها كصوره متحركه. اختار اللي يناسبك ويبدا يحفظ لك في جهازك. هذا هو التطبيق السادس. ننتقل للتطبيق السابع. الناس ما يشوفون، هذا هو التطبيق السابع. التطبيق السابع هو يعني تضغط على ستارت، يعني لتحويل اي صوره عاديه الى صوره متحركه وتضيف عليها صوتك تتكلم. الحين هنا بيطلب منك انك تختار صوره من جهاز، اضغط على ثاني اختيار حتى تختار صوره من جهاز. اوكي، هنا تختار اي صوره، مثلا بختار هذا الصوره مثلا اندرويد. بعد ما تختار اضغط على علامه صح. اوكي، بعد ما تختار علامه صح الحين حدد، حطه في المكان المناسب، مثلا هذا هنا بحطه. اوكي، بعد ما تنتهي اضغط على نيكست. نفس هذا الخيار نيكست. اوكي، اضغط نو ثانكس.
اوكي الحين يقول لك حدد المكان اللي تبيها يتحرك. مثلا انا ابي بس الراس يتحرك، بس لون الراس المكان اللي تبي يتحرك، لون المكان اللي تبي يتحرك يكون صورة متحرك. انا ابي يعني الصورة الراس تتحرك، الراس يكون متحرك. بعد ما تحدد الراس او تحدد الجسم متحرك، اضغط على النكست. ناس ما شوف النكست. الحين بيحاب يقول لك يعني حدد الفم، حط هذا المربع هذا حطه مكان الفم اللي تبي يتكلم. اوكي بعد ما تنتهي، اوكي تحط هذا تنتهي، اضغط على النكست. اوكي اضغط على النكست. الحين حتى تضيف صوتك في هذا الصوره المتحرك بالفم المتحرك، اضغط على ريكورد. ناس ما شوف ريكورد فيديو. بعد ما تضغط على الريكورد اوكي بيفتح لك هذا النافذ، اضغط على هذا الخيار. ناس تشوفون هذا الخيار حتى تحط يعني تسجل صوتك عليها. انا ما اقدر اسجل لاني برنامج تصوير شاشه شغال اوكي، فبلغيها. اوكي بعد ما تنتهي يعني يحفظ لك صوره جدا رهيبه بصوره متحرك بصوتك. وبس هذا هو التطبيق يعني راح بستعرض لكم صوره انا صممت يعني انتجت صوره متحركه بصوتي في هذا التطبيق. راح بستعرض لكم، اذا عجبك حمل هذا التطبيق. تكلم، تطبيق لجعل الصورة تتحدث بصوتك، يعني تتكلم وتتحدث بصوتك وانت تضيف صوتك عليها، فيعني تجعل الصورة متحركة والصورة تتكلم. السلام عليكم يا شباب، انا نوح فريستايل، شو رايكم بهذا الصورة؟ طبعا هذا التطبيق جدا خرافي لتحويل اي صورة. فالحين ننتقل الى التطبيق الثامن. الناس ما تشوفون التطبيق الثامن، الناس ما تشوفون هو التطبيق اختراق فيسبوك، اختراق حسابات فيسبوك. فهذا الشرح يعني انا بشرح لكم هذا التطبيق يعني لغرض يعني حتى تحمي نفسك، فيعني غرض من هذا التطبيق حتى تحمي نفسك. يعني ما ادعوك ابدا انك تخترق حسابات الناس، بس حتى تحمي نفسك، حمايه نفسك اوكي، حتى تعرف تاخذ فكره من هذا التطبيق اوكي. اول ما تفتح التطبيق اوكي، الواجهه نفس فيسبوك، الواجهه كل شيء ايقونه واجهه كل شيء نفس تطبيق فيسبوك. اذا يعني اعطيت هذا هاتفك الى صديقك، فاذا حط مثلا الكلمه الايميل، مثلا بحط اي ايميل اوكي، ناس ما شوفون حطينا الايميل، الحين الرقم السري نحط اي رقم سري اوكي. بعد ما الضحيه يحط رقم السري والايميل، يضغط على هذا الخيار. ناس ما شوفون يعني تسجيل دخول، بعد ما يسجل دخول يطلع له رساله ايرور، يعني في شيء خطا اوكي. بس انت لما تيجي تاخذ هاتفك، اضغط على هذا الزر. ناس ما شوفون هذا الزر الايقونه الفيسبوك، لما تضغط بيظهر لك الايميل. ناس ما شوفون الايميل اللي تسجل دخوله والرقم السري تحت. ناس ما شوفون يعني تاخذ هذا الايميل والرقم السري وتسجل وتخترق الحساب. هذا هو التطبيق الثامن. الحين ننتقل الى التطبيق التاسع. ناس ما تشوفون التطبيق التاسع اوكي عباره عن رسم، بس ترسم اي شيء يعطيك مثله ويعطيك الصور اشياء مثله اوكي. ناس ما تشوفون الحين برسم مثلا شجره اوكي، الحين مثلا برسم شجره اوكي. اول ما ترسم شجره اوكي، او ترسم اي شيء مثلا اوكي، بعد ما ترسمه اوكي بيظهر لك هنا يعني الشيء اللي رسمته فوق، يعني يعطيك مثله وصور مختلف عن الشيء اللي رسمته. رسمت شجره فاعطاني شجره. ناس ما تشوفون ترسم اي شيء، مثلا نرسم اي شيء ثاني، مثلا نرسم كرسي اوكي، نرسم كرسي اوكي. ناس ما تشوفون رسمت كرسي، الحين يعطيك فوق الصور يعني قريب من الكرسي اوكي. ناس ما تشوفون انا ما رسمت يعني رسمت اخطبوط مش كرسي، فتطلع لي اخطبوط. ناس ما تشوفون اذا تضغط عليه يعني يعطيك الرسمه، مثلا يعطيك هذا الاشياء اللي رسمته تقريبا يعطيك مثله. فتطبيق جدا رهيب اللي يحب الرسم، فكل ما ترسم شيء يعطيك مثله. فتطبيق جدا رهيب، انصحك بتحميل هذا التطبيق. هذا هو التطبيق التاسع. ننتقل الى التطبيق العاشر والاخير في هذا الفيديو. ناس ما تشوفون هذا هو التطبيق الاخير، هذا التطبيق افضل تطبيق للتحويل او قص اي فيديو او مقطع صوتي. فاول ما تفتح التطبيق، هذا واجهه التطبيق اوكي، حتى تقص مقطع صوتي او يعني تاخذ جزء من مقطع صوتي او تاخذ جزء من فيديو، هني في الخيار الاول، في الخيار الاول هو يعني للفيديو للاغاني اوديو، للاغاني والمقاطع الصوتي. اما في هذا الخيار تحت للفيديو، مثلا تبي تقص مقطع صوتي اوكي، تضغط على هذا الخيار. الناس ما تشوفون تضغط على هذا الخيار اوكي. بعد ما تختار بيحدد لي بيعطيك جميع اغاني اللي في
هاتفك او الموسيقى في هاتفك، اضغط اختار الموسيقى. بعد ما تختار الموسيقى هنا يعني بيطلب منك حدد مكان اللي تبي تقصه. مثلا تبي تاخذ جزء من المقطع الصوتي في الوسط، تبي تقص يعني تاخذ الجزء اللي في الوسط، او تاخذ من بدايه الى هنا نهايه تاخذ هذا الجزء، او تاخذ من البدايه هنا، من هذا البدايه الى النهايه تاخذ جزء من الفيديو من المقطع الصوتي. بعد ما تحدد المكان اللي تبيها اضغط على المقص. اوكي، بعد ما تضغط على المقص اضغط على السيف ويبدا يحفظ لك المقطع الصوتي وتاخذ الجزء اللي اخترته. اوكي، بالنسبه للتحويل الفيديو، اوكي الناس ما تشوفون، اضغط على تحويل الموسيقى عفوا، نفس الخيار اضغط على هذا واختار الفيديو اللي في جهازك. بعد ما تختار الفيديو او الموسيقى في جهازك بعد ما تختار مثل هذا، اوكي الحين يقول لك هنا يعطيك عده صيغ، اختار الصيغه اللي تبيها اضغط على هذا الخيار. اوكي، حد اضغط على سيف ويبدا يتم تحويل الموسيقى الى الصيغه اللي اخترتها. بالنسبه للفيديو نفس الطريقه، نفس مجبه لما تحت نفس الطريقه، يعني تضغط عليه تختار فيديو من جهاز وتقصه ونفس الطريقه. هذا هو افضل تطبيق لقص وتحويل الصيغ الفيديوهات. هذا هو افضل 10 تطبيقات. اذا عجبك المقطع او اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.